السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز أتحكم في الليدر دوت، يكون في بلوكة معينة هي اللي موجودة في الليدر دوت، ممكن أجي هنا من أنوتيشن وهقول له هنا ده هنا المالتي ليدر ستايل، أقدر أعدل فيه زي ما أنا عايز، أقدر أعدل في اللي موجود أو أقول له أعمل لي نيو تمام وأسميه أي اسم. ممكن بدل ما أبدأ من الصفر أقول له لأ خليه ياخد كوبي من الإعدادات اللي موجودة هنا تمام، بعد كده هقول له كونتينيو وابدا اعدل فيها زي ما انا عايز. اقدر اعدل هنا هيبقى بشكل الاس بي لاين ولا بشكل دوت ولا من غير اصلا الخط دوت، اللون هيبقى اني لون زي ما انا عايز، اللاين تايب، الرمز اللي موجود هنا تقدر تختار من القائمه دي كلها زي ما انت عايز، ان الليدر نفسه هيبقى طوله قد ايه. الاعداد ديت ممكن اجيب بقى من هنا واقول له انا عايز ام تكست او بلوك. طيب لو بلوكه بيبدا بقى يجيب لي الاختيارات بتاعه البلوكه، بيجيب لي بعض الاشكال اللي موجوده الخاصه بالليدر، بس انا ممكن اقول له يوزر بلوك وابدا اختار بلوكه من البلوكات اللي موجوده هنا. دي البلوكات اللي موجوده في المشروع، اقدر انا ارسم بلوكه معينه على شكل مثلا شعار الشركه، على شكل اي حاجه، وتحط فيها اتريبيوت بحيث يبقى سهل انها تعدل معاك. ده هيبقى الليدر بتاعي طول ما انا شغال تمام. كل ما اقول له انا عايز ارسم ليدر يجيب لي مثلا حاجه بالشكل دوت، حط هنا الشكل ده بدل التكست. يعني لو قلت له ام تكست بيبدا يكتب، طب بدل ام تكست احط بلوكه، بتختار البلوكه اللي انت عايزها، لا اما من الاشكال دي لا اما من يوزر بلوك، وتبدا تختار اي شكل من الاشكال ديت. على سبيل المثال مثلا هتحط الجدول دوت او هتختار حاجه تانية او شعار المكتب مثلا على سبيل المثال. اي شكل مثلا الشخص ده مثلا حاجه بالشكل دوت، يبقى كده الليدر دوت كل ما اجي اشتغل بيه هيحط لي الشكل دوت. اوكي كلوز. طيب لما اجي هرسم ليدر تمام. طيب تعال نشوف كده، نعمل زوم شكله هو موجود. اقدر اعدل في البلوكه، هو خد نفس المقاس بتاع البلوكه من غير تعديل، تقدر تعدل في مقاس البلوكه بحيث يبقى ظاهر معاك وانت اول ما تعمل الليدر بالشكل دوت.